صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قراراً لسنة 2020 بنقل وتعيين مدراء في هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة جودة التعليم والتدريب. ونص القرار رقم 1 لسنة 2020 بنقل وتعيين مديرين في هيئة البحرين للسياحة والمعارض جاء فيه: المادة الأولى ينقل السيد سنان علي ناصر محسن مدير إدارة الاتصال والتوعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليكون مديرا لإدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. المادة الثانية يعين السيد علي أحمد عبد الله ضيف مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. المادة الثالثة على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ونص القرار رقم 2 لسنة 2020 بتعيين مدير في هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه: المادة الأولى تعين السيد عصمت جعفر أكبر علي مديرا لإدارة عملية الإطار الوطني بهيئة جودة التعليم والتدريب. المادة الثانية على رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.